اكو تقارب لازم يعني إيه؟ امراه قريبه من امراه يعني اختي مع القس يعني علاقتك مع حنان الفتلاوي عاليه نصيف هاي شو اسمها بعد ما نسيتها يعني شنو علاقتك ب أني اسماء الموسى اكو واحدة اسمها اسماء الموسى ولو انا مطفي والله طلعت انا قديم اخلاص الدليم يعني شنو علاقتك ما عندي علاقه مع اخلاص ما اعرفها يعني انت ليش مغروره بهالشكل هذا ما عندك علاقه ويا النائبات ما عندي يعني آليا عندي علاقه وياها اعتبرها صديقه بصراحه يعني آليا عندها مواقف حلوه مع الناس يعني اشوفها شلون تدافع يعني بغض النظر انه اتفقنا معاها سياسيا او اختلفنا لكن هي مواقفها مع جمهورها اشوفها انه مواقف جيده دكتور حنان الفتلاوي عندي سلام وكلام وياها بس يعني ما نعتبر صديقات بس زميلات